قبل ما اخش في الاخبار، يعني برضو الحقيقه حاجه مهمه عايز اتكلم فيها مع حضراتكم النهارده، هي كاس امم افريقيا للمحليين التي تقام في الجزائر. الحقيقه لما بنتكلم على التخطيط ولما بنتكلم على ان احنا لازم نبني فريق منتخب مصر قوي، دي ليها شروط وليها ادوات وليها عوامل كثيره جدا جدا. من ضمن هذه العوامل الجزء منتخب المحليين. الحقيقه منتخب المحليين هو مشروع مهم جدا جدا، يعني كان افتتاح اكثر من رائع في الجزائر بمشاركه عدد كبير من طبعا المنتخبات الافريقيه للاعبين المحليين. والنهارده عايز اقول لحضراتكم ان يعني انا كان ليا تجربه شخصيه مع هذا المنتخب. الحقيقه اتكون المنتخب دوت والاتحاد الكوره اسند لي مهمه يعني تكوين منتخب محليين في مصر اعتقد من 4 5 سنوات. للاسف الشديد لم يقابل هذا المشروع الاهتمام الجدي من الانديه ومن اتحاد الكوره، هو بمجرد ان هم طب اعمل منتخب محليين، ولكن يعني مش بهذه الجديه ومش بهذا الغرض من منتخب المحليين، ان هو يكون الداعم الاول للمنتخب الاول، هو الصف الثاني للمنتخب الاول، وخاصه احنا هنا في مصر ما عندناش محترفين بالكم الهائل زي موجود في منتخب المغرب. منتخب المغرب من اول ياسين بونو لغايه يعني بتتكلم على مزراوي مثلا، ولا بتتكلم على اشرف حكيمي، ولا بتتكلم على حكيم زياش، كلهم محترفين في دوري قوي جدا وفي افضل الانديه الاوروبيه. ما عندناش ده، ما عندناش غير محمد صلاح. باقي المحترفين طبعا بيحاولوا بشكل جدي، ولكن مش بالشكل يعني الهاي ليفل او الستيج العالي. فمنتخب المحليين مهم جدا تواجده في الكره المصريه لتفريغ اللعيبه المميزه وتفريغها وتصعيدها للمنتخب الاول. المشكله عند الانديه، لان الانديه بتقول للعيبه انت ايه منتخب المحليين، وبتقلل من قدر هذا المنتخب، وانا عشت الكلام دوت. على مستوى اتحاد الكوره مفيش اي استعداد، مفيش اي اهتمام، او مفيش اي حتى نيه لتكوين هذا الفريق. للاسف احنا بنتفرج على المنتخبات الافريقيه، روحوا اتفرجوا على هذه البطوله اللي في الجزائر، المنتخب الغاني بيلعب بمنتخب شباب اكتر من رائع، لعيبه مميزه جدا، بتتكلم على ساحل العاج، بتتكلم على نيجيريا، بتتكلم على فرق كثيره جدا جدا بتكون هي نواه المنتخب الاول. يعني انت بتتكلم كمان على عمليه تسويقيه كبيره جدا، يعني انت بتتكلم لما بتلعب مباراه زي ديت في ناس كتيره جدا وفي ايجنت كبيره جدا موجوده على مستوى اوروبا، بيروحوا يتفرجوا على هذه البطوله ويبداوا يختاروا منها بعض اللعيبه اللي مش هينتقلوا دلوقتي، ولكن بيحطوا عينيهم على بعض اللعيبه اللي في المستقبل خلال سنتين ثلاثه تقدر تشوفهم في اياكس امستردام، ولا بتشوفهم في بلجيكا او في المانيا او في اسبانيا، حتى ولو على مستوى الفرق اللي في منتصف الجدول. ولكن الحقيقه دي من ضمن طبعا سلبيات الكره المصريه، ما عندناش منتخب محليين، بطوله نستحق ان احنا نكون فيها. وزي ما بقول لحضراتكم ده من عناصر او من بنود المشروع الذي يعني للاسف غائب، وغائب يعني كثيرا عن اتحاد الكره وعن الكره المصريه.